وقد عمل بالتقية الصحابة والتابعون، فمنهم الإمام أحمد بن حنبل كما يروي اليعقوبي في تاريخه أنه عرض عليه المعتصم العباسي مسألة خلق القرآن فسكت فضرب سياطا، فقال إبراهيم بن إسحاق دعني أكلمه يا أمير، فكلمه فقال ما تقول يا أحمد في خلق القرآن؟ قال أقول بما يقوله أمير المؤمنين. قال تقول؟ أقول بما يقوله أمير المؤمنين في خلق القرآن. فقال أقول بما يقوله أمير المؤمنين في خلق القرآن، ونجا بنفسه فاستخدم التقية مع أنه كان يرى قدم القرآن ولا يرى مخلوقيته، لكنه استخدم التقية من أجل دفع الضرر عن نفسه.